ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي. أهلا بكم أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. بعد مرور قرابة 4 أشهر على انطلاقة ثورة تشرين، كيف يمكن تقييم وعي شباب الثورة وصمودهم أمام الهجمات الأمنية والتسويف السياسي حتى الآن؟ يعني والله يعتبر صمود هؤلاء الشباب هو صمود أسطوري أمام آلة القمع التي استخدمتها الدولة، وأمام مكر وكيد الدولة لتشويع هؤلاء الشباب والمماطلة بعدم الاستجابة لمطالبهم. حقيقة هذا يعتبر يعني شيء أسطوري لما قاموا به الشباب في هذه الانتفاضة، وقد غيروا وجه العراق الذي كان أريد له أن يكون وجهه كالحا، فغير وجه العراق الناصع. والعالم اليوم يدرك من هو العراق ومن هم الذيول الذين جاءوا مع المحتل. يرى البعض أن الثورة اليوم تخطت مرحلة القلق على سقوطها، ما دلالات مقاومة الشباب لأي محاولة لإفشال هذا الحراك السلمي؟ يعني حقيقة الشباب لديهم مطالب يعني قيمية، مطالب وطن، مطالب سياسية، ليست مطالب بسيطة إدارية حتى يمكن أن يتنازلوا عنها. فحقيقة نوع المطالب هو الذي يعطي يعني عامل إيجابي للشباب لصمودهم ولثباتهم أمام آلة القمع الحكومية التي تمارسها سواء الحكومة أو ميليشياتها. فالمطالب الوطنية تحتاج إلى ناس أصحاب جلادة وأصحاب صبر، وهؤلاء هم الصابرون المرابطون على أرض العراق لإعادة وجهه البهي أمام العالم العربي والإسلامي. شاركت الكثير من الفئات في هذا الحراك الشعبي في العراق، لو نتحدث عن مساهمة فئة الطلاب في تعزيز الصمود في الحراك الشعبي، كيف ساهموا؟ يعني أهم رافد لأي ثورة ولأي انتفاضة هو عامل الشباب، سواء بحجم الشباب، سواء بثقافة الشباب، سواء بقوة الشباب. اليوم التظاهرات حتى تغيرها من تظاهرة إلى انتفاضة أو إلى ثورة يشترك فيها كافة فعاليات المجتمع وبكل أنواعهم وأطيافهم، وأهم فعالية هي فعالية الشباب، لأن الشباب لا يكل ولا يمل، وهذا جزء من النشيد الوطني العراقي. نعم، ما مدى إمكانية تأثير الاغتيالات والقمع المستمر من القوات الحكومية والميليشيات، تأثير ذلك على صمود الثوار واستمرارهم؟ يعني أولا علينا أن نتكلم بكل إنصاف، هؤلاء الشباب هم فيهم طبيعة بشرية، يعني لا يختلفون عن بقية البشر. نعم فيهم الصمود، فيهم الصبر، فيهم يعني الإصرار، لكن يبقى هو طبيعته طبيعة بشرية. لا يمكن أن تبقى الحكومة وميليشياتها مستفردة بهم، تقتل بهم وتشنع بهم، والمجتمع الدولي والدور الإقليمي جميعه هو متفرجا أو متحالفا مع الحكومة أو داعما لها. هذا لا يمكن أن يستمر، لأنه بالتالي أعتقد على المؤسسات الدولية أن تقوم بدورها وتقوم بمهام التي أوجدت من أجلها. اليوم ما هو دور الأمم المتحدة؟ ما هو دور المنظمات الحقوقية؟ ما هو دور العربي الإقليمي الذي أصبح متفرجا على ما يجري في العراق؟ فهؤلاء الشباب قد كفوا ووفوا وقدموا الكثير، لكن يحتاجون إلى الإسناد سواء الداخلي أو الخارجي. نعم، في هذا السياق بالحديث عن منظمة الأمم المتحدة، رفع الثوار في ساحة التحرير من على مبنى المطعم التركي رفعوا شعار الأمم المتحدة، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة وما أفق الاستجابة لاستغاثة المتظاهرين وحمايتهم من هذا العنف؟ إيجابية، ولكن علينا أن ندرك أن المتظاهرون وقيادتهم عندما رفعوا أعلام الأمم المتحدة هم يدركون بأن الأمم المتحدة هي منحازة للحكومة أكثر مما هم إليها، ولكن لكي يضع الحجة عليها، لأنه بوضع أعلام الأمم المتحدة سيضع الحجة عليها. لماذا أوجدت الأمم المتحدة؟ أليس من مهامها فض النزاعات؟ أليس من مهامها الحفاظ على السلم الأهلي؟ أليس من مهامها هو الانحياز للشعوب أمام آلة القتل؟ فهي هي لوضع الحجة على الأمم المتحدة أكثر مما التعويل عليها، لأنه ثبت أغلب ممثلي الأمم المتحدة في العراق وفي عالمنا العربي هم منحازين، ومنهم حتى متورط بفساد. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.